أعوذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي الكرام، أينما كنتم أتمنى أن تكونوا بخير جميعا، وأتمنى أن تفيدكم كل هذه المعلومات التي نسعى أن تصل إليكم، لأنها حقائق كتب عليها الطمس فطمست. محاضرة الليلة إن شاء الله مخطوطة قمران: محمد رسول الله يبعث بأرض الأصنام وابنه في القدس، وابنه المهدي في القدس يتحد مع ابن إسرائيل عيسى عليه وأمه الصلاة والسلام. نبدأ بالمخطوطة، بنص المخطوطة، ونفسر المخطوطة يعني كل طرف لوحده. نص المخطوطة: طيب الكلمة هو يبعثه الإله في أرض إبراهيم وإسماعيل، والباكية من رجس الأوثان حوائط نوح، عافها ربابنة إسرائيل وأخذوها آلهة أشرار إسرائيل، فيكسر الوثن حمدان محمد رسول الله، الوجه والعمل يؤكد يأكل بني إسرائيل ومن هاد، يعني بني إسرائيل الذين آمنوا بالمسيحية ومن بقوا يهودا. ويا من سمعتم ولم تروا، رأيتم ولم تسمعوا، آمنوا بحمدان الوجه والعمل، يجيء بالنور الكامل والقانون التام، القانون الذي أنزله الله وأسسه لوحدة البشرية، ملة إبراهيم التي لا تخلف عهدا في القرآن، نقشة في الصدور والقلم من بعد ينقشه يعلو اسم حمدان، واسمه ظافر غالب متوكل على الله، نوره باذخ ينير الظلام، يتجدد أمره ولا يخبو أبدا، ويعلو أكثر من قبل ساعة النهاية لأيام أرض الله. أرض الله هي القدس التي يغلبها أمر رب إسرائيل، ويخرج مخلص ابن حمدان وليس ابن إسرائيل، وبعده ابن إسرائيل مثله وليس أعلى لكن أكبر وأقدم، وابن حمدان يمنحه الله هدية. نأتي للتفسير. يقول إن الله سيبعث رسولا في أرض إبراهيم وإسماعيل معا، وهي الأرض المقدسة تماما كما جاء في القرآن. القرآن يؤكد أن الله سيبعث إماما في القدس، مقام إبراهيم أي مقر إقامته، أورشليم ترشيش مملكة سليمان، الأرض التي بارك الله فيها للعالمين، وهي الآن في تونس، وسط تونس الغربي. وإن هذا الإمام سيكشف عن مناسك المسلمين، أرنا مناسكنا، وأنه يعني من بعد ما تضيع مناسك العالمين، مناسك الإسلام واليهود والمسيحيين، أي المناسك التي فرض الله فيها الحج، وأنه سيحقق ملة إبراهيم التي لا تخلف عهدا. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، وأنه سيبعث في أرض يعقوب وآل يعقوب شعب البربر. جاء في المزمور 77 بقوله: في بعامة خروج إسرائيل من مصر، وبيت يعقوب من شعب البربر، كان يهودا مقدسة وإسرائيل سلطانا. ويقول هذا، كل هذا التفسير يأتي في الآيات التالية: وإذا ابتلى إبراهيم وربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي. يعني إبراهيم عليه وآله الصلاة والسلام يقول لله: وإماما أيضا من ذريتي.
قال لا ينال عهد الظالمين. وابتلاء والكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم عليه وآله الصلاة والسلام هي أن أمره الله بأن يذبح ابنه، فصدق ما رأى في الرؤيا وتقدم لذبح ابنه، ومن هناك نجح في الابتلاء فرفعه الله درجة فوق المرسلين إماما. والإمام رتبة عالمية بينما النبوءة جهوية والرسالة أممية. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم كلكم يعلم أنه هو الأرض المقدسة، بينما كما جاء في القرآن وليس في الكتب الأخرى تفرد به القرآن أن مقام إسماعيل كان في مكة، وهذا الأمر لا يوجد في التوراة ولا في الإنجيل. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يعني العاكفين والركع السجود والطواف في الأرض المقدسة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الثمرات لا توجد إلا في القدس، ولكن لا توجد لا وجود لها في مكة في واد غير ذي زرع كما جاء في القرآن. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا يثبت أن الأرض البيت الذي كان يبنيه إسماعيل وإبراهيم في الأرض المقدسة. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عندما قال آرن سأل الله أن يريهم مناسكهم، يعني بعدما تنسى في مثل هذا الزمان بالضبط 1400 سنة بل 2000 سنة من يوم هدم الرومان الهيكل في ترشيش تونس إلى الآن ومناسك الله معطلة، لا يحج إلى الله أحد ولا يدعي الإيمان أحد من الأمم الثلاث. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأين مناسكنا، يعني اظهرها لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بعد أن هجرناها. فيسأل إبراهيم لأمتي التوبة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. أين يبعث هذا الرسول؟ منهم. وين؟ في الأرض المقدسة. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم لا من سفي نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ملة إبراهيم هي الكتب الثلاث القرآن والتوراة والإنجيل. وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمون يعني الإسلام من سيرثه آل يعقوب. نعم آل يعقوب في الأرض المقدس، آل الأرض المقدسة من أبناء يعقوب خاصة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد واحدا ونحن له مسلمون. يعني أين هذه العبادة؟ العبادة في القدس، هي حج سليمان وداود، هذه هي عبادة الله في الأرض المقدسة والحج إليه في منتهى إسراء رسول الإسلام محمد عليه وآله الصلاة والسلام. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت، يعني هذا الأمر يخص بني إسرائيل ولا يخص العرب. تلك أمة خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال أيضا في هذه الوثيقة والباكية من رجس الأوثان. حوائط نوح عافها ربابنة إسرائيل وأخذوها آلهة شرار إسرائيل، أخذوها آلهة جعلوها آلهة شرار. من هم شرار إسرائيل؟ وأكد أنه سيبعث في بابل شبه الجزيرة العربية رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيضا رسولا والذي ورثت
نفس أرضهم ورثت نفس عبادة قوم نوح وهي عبادة الأصنام. وقال إن الصالحون ربابنة إسرائيل من بني إسرائيل عافوها، كرهوا أن يذكروها، يذكروا مكة أو لوجود الأصنام فيها وعبادتها حول الكعبة، ولذلك لا تجد لها ذكرا في التاريخ أو في الديانة المسيحية أو في الديانة اليهودية، لا تجد لمكة ذكرا إطلاقا. عافها بنو إسرائيل الصالحون من بني إسرائيل، ونقول عاف الشيء أي كره، أي كرهوها، بينما اختارها أشرار بنو إسرائيل، شرار إسرائيل كما جاء في الوثيقة، ليقدسوا في فلسطين التي في أرض بابل، والتي لم تقدسها التوراة ولم تذكر أصلا في الأناجيل الأربع ولو مرة، والتي تسمى في التوراة والإنجيل رجسة الخراب القائمة حيث لا ينبغي. وأما قوله فيكسر الوثن حمدان الوجه والعمل، يأكل بني إسرائيل ومن هاد، يعني اليهود بنو إسرائيل الذين آمنوا وصاروا مسيحيين، وأيضا اليهود، وهذا أمر لا ينطبق إلا على رسول الله محمد عليه وآله الصلاة والسلام. ويا من سمعتم ولم تروا ورأيتم ولم تسمعوا، آمنوا بحمدان الوجه والعمل يجيء بالنور الكامل والقانون التام. القانون التام، القانون التام هو ملة إبراهيم التي أسسها الله لجمع البشرية، قانون عالمي، وهي التي ستقام عليه المملكة العالمية قريبا. يقول نقشة في الصدور والقلم من بعد ينقشه، يعلو اسم حمدان واسمه ظافر غالب متوكل على الله، نوره باذخ ينير الظلام، يعني يخرج من الظلمات إلى النور، يخرج من عبادة الأصنام في مكة إلى عبادة الله في القدس، يتجدد أمره، يتجدد دينه ولا يخبى، ولا يخبو أبدا، ويعلو أكثر من قبل، قبل ساعة النهاية لأيام أرض الله، قبل يوم القيامة. فيقصد محمد صلى الله عليه وآله الصلاة والسلام الذي يكسر الأوثان ويبقى وهو الذي احتل أرض إسرائيل، يأكل إسرائيل واليهود، احتل أرض إسرائيل في شمال أفريقيا، احتل دينه أرض إسرائيل، سواء اليهود وبني إسرائيل الذين آمنوا بعيسى المسيحيين الأريسيين في شمال أفريقيا، أي يحتل القدس وأرض بني إسرائيل كل شمال أفريقيا، نوره أي كتابه لا ينطفي، ويتجدد أمره في العالم لما يعرف العالم حقيقة رسالته التي مرغها العرب بالتراب ودنسوها حتى كرهها أهلها، لكن حقيقته وحقيقة القرآن ستشغل العالم ويعتنقها الناس جميعا، لأنها دستور العالم كله الذي سيجمع البشرية بنوره أمة واحدة، كما حدد زمان تلك الشهرة بآخر الأزمان، أي زمن ظهور حفيده محمد الثاني الإمام المهدي. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد. وأما قوله التي يغلبها أمر رب إسرائيل ويخرج مخلص ابن حمدان، يعني ابن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس ابن إسرائيل، وبعده ابن إسرائيل مثله وليس أعلم لكنه أكبر وأقدم، وابن حمدان يمنحه الله هدية. تصرح المخطوطة أن هنا أن المخلص الذي ينتظر العالم ما هو إلا حفيد محمد رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام، ويؤكد ما جاء في القرآن
وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يعني هذا الأمر يأتي بعد رسول الله، بشرنا الله به بعد رسول الله أن يأتينا رسول منا يقضي بين فصائلنا المتناحرة سنة وشيعة ويوحد المسلمين أمة، جعلهم أمة واحدة بدين واحد وشريعة واحدة وبحج واحد. وابن إسرائيل الذي أشار إليه هو عيسى رسول الله لليهود، وابن حمدان الإمام المهدي للمسلمين لكل أمة رسول. وأما قوله وهدية فيكون له ويهدي فيكون له راية، تهدي من ورائها هي راية حمدان النور الأصيل الكبير الذي يحبه الرب ولم يحب مثله ولا يأتي مثله أبدا، ونصح موسى بنصيحة الله كل إسرائيل وبنيها أن يساعدوه ويسيروا خلف الراية التي له، لأن معها العلاء الحق، وكل علاء غيرها هو فتنة الدنيا وفتنة الشيطان. ولذلك بنو إسرائيل أو لذلك اليهود وبني إسرائيل كتب عليهم أن يتبعوا الإمام المهدي دون تردد أو ترمم. هنا يقول أن راية حفيد رسول الله محمد عليه وآله الصلاة والسلام ستكون راية محمد رسول الله جدا عليه وآله الصلاة والسلام، السباعية السوداء التي ما رفعها إلا وانتصر، وأنه سيدعو بدعوته أي بالقرآن رسالته النورانية الخالدة، وأن كل راية غيرها ما هي إلا راية فتنة للشيطان، كل راية غير راية الإمام المهدي هي فتنة وهي راية للشيطان. وأما قوله ووصى الرب إسرائيل كل إسرائيل أن تسمع وتطيع موسى وإلا فإن الدماء منهم ستبقى ثمن المعصية، ولا يحفظ دماءهم إلا الشيطان إذا أطاعوه، ولكن نهاية الزمان بأرض الله يأتيهم فيها ملك من بني إسماعيل بسيف لا يقف عن أعناقهم، ومهما يجمعون له أبناء الشيطان والإنسان فإن راية محمود هي الأعلى، وكلمة حق السماء تعلو فوق رايات الكاذبين الذين لا يعرفون الحق ولا يحبون أن يكونوا أبناء الحق وأبناءه بحق. والإله لم يبين شيئا وهو يريد الحق، وموسى نصح وقال كونوا معاش به إبراهيم واسمعوا واطيعوا، فإنه يأمر بحب الإله الواحد والرب الواحد لا شريك ولا وثن ولا خطأ، كله نور وكلامه نور وأفعاله نور، يأتي في كل شيء بالنور من أعلى وأعلى عند العلي الذي لا علي معه ولا أحد معه، تعزز وتجلل بعز البهاء. وقال موسى أطيعوا من أحبه الله لنفسه وحيدا لا مثيل لا مثله حبيبا عند الله. يذكر هنا اليهود بوصايا، يذكر اليهود بوصايا رسول الله موسى عليه وآله الصلاة والسلام، ويخبرهم أن رسولا من ولد إسماعيل سيأتيهم في الأرض المقدسة، وقد بشر به رسول الله عيسى عليه وأمه الصلاة والسلام وجعله علامة لنزوله في الإنجيل، ويحذرهم من حربه ويقول لهم إن المسيح المنتظر مهما جمع له اليهود وغيرهم فإن الله سينصره، وأنه سيدين الكاذبين ممن يدعون الإيمان، وسيحطم كل معابد الشيطان خارج الأرض المقدسة، لن يبقي معبدا يعبد فيه الشيطان لا في المشرق ولا في المغرب على الأرض كلها، بحيث لا يعبد على الأرض إلا الله في قدسه في الأرض المقدسة عند جبل قاف، كما ذكر حربه مع الشيطان كإشارة لحرب الإمام وإبليس، حرب هرمجدون
حرب مجدون القدس بجبل المجد، جبل صهيون في التوراة، جبل قاف في القرآن، والتي سيحارب الله فيها مع الإمام ضد الحية القديمة، ويقتل كل عسكر الدجال، يقتلهم جميعا ويفنى ثلثي الأرض الذين جمعهم ضد الإمام المهدي، والذي سيجمعهم بالأحرى ضد الإمام المهدي في مدينة سلوام بالقصرين تونس تحديدا، بجبل شعياء النبي الذي هو جبل قاف ذا السبع اطباق والثمانية أعراف. لتعرفون أن الحرب التي تقام الآن في فلسطين ليست بحرب مجدون، ليس، لأن حرب مجدون تأتي بعد ظهور الإمام المهدي بسنوات، حينها ينزل الشيطان من السماء ويجمع المنافقين في الأرض ليبيدهم الله في القدس جميعا، ويبقى الإمام المهدي والبرر الصالحين الذين نقاهم الله بعد فتنة الدجال، فلا يكون مع الإمام المهدي إلا الصالحين. وجاء في المخطوطة وقال موسى احفظوا وصاياي كونوا من بعدي مع حمدان الرب إذا جاء، فإنه يجيء، لأن الله قال هو يجيء ولا يتأخر، ونوره يكون من بكة ويرى سيناء. بكة هي الأرض المقدسة التي اقترنت بسيناء، بيزا سيناء، بيزا سيناء بالقيرة وين تونس، ويرى كل شيء في ملكوت الله الذي لا يعلمه إلا الله. الملكوت هو ملك الله مع الإنسان الذي بشر به عيسى رسول الله عليه وأمه الصلاة والسلام، وهو العمل الصالح مع الله والحياة الأبدية في أيام الخلاص التي تنشدها البشرية جميعا ويتوق لها الإنسان، لأنها هي الحياة التي الأفضل التي سيباشرها الإنسان وسيبقى عليها ما دامت السماوات والأرض. ويعبر نوره المياه اليابسة أي الجليد والجلد، ويملأ الأرض ويتسلط في زمن الرب الأخير على كل نفس حية، وليس نور في الأرض أحسن من نوره. يملك جنوب الأرض وعند جزائر الرجل التيس، والبلد الذي يضع قدما في بحر كبير وقدما في البحر الثاني أي مجمع البحرين تونس، وموجب وموجه صاخب مجمع البحرين في تونس، راية أعلى من الراية التي في أرض الجبال جبال الأطلس، ويملك المئة الجزائر وفي البحر المحيط خلف غربها، يعني يملك الجزائر، تعرفون أن الجزائر في شمال أفريقيا، والبحر المحيط خلف غربها الطبيعي هو المحيط الأطلسي. وأنتم أبناء إسرائيل تعرفونها، لأنكم لا تكونوا بعد رعاة غنم، إنما تخزنون الذهب وله تسجدون إلها فيبغضكم، لأنكم يا بني إسرائيل، قال لهم أنكم يا بني إسرائيل ستغادرون هذه الأرض التي هي شمال أفريقيا وتذهبون إلى أرض أخرى تخزنون الذهب في إسرائيل في الشرق في أرض العرب في شبه الجزيرة العربية في أرض بابل أرض الأعداء، وتسجدون إليها تعبدون الأوثان هناك في حائط المبكى. ويروح ابن حمدان الوجه والعمل ذاهبا إلى الجزيرة المغلقة التي لا تعرف المنارة إلا مع أربعة أزمنة والزمن ألف، يعني 1400 سنة، وتلك هي المدة التي دخل فيها العرب معناها إلى الإسلام وكانت لهم منارة دينية، غير أنهم لم يدخلوا الإسلام لأنهم لم يخرجوا إلى عبادة الله في أورشليم. هي الجزيرة المقفلة، هي شبه الجزيرة العربية، والتي لم تعرف نور السماء إلا قبل 1400 سنة تماما كما جاء في المخطوط، التي لا تعرف المنارة إلا مع أربع أزمنة والزمن ألف، زمن ألف وأربع أزمنة 1400 سنة، ولا يقدر أن يمنعه الرجل الكذاب من دخول بلاد سيلة أعلاها وأسفلها، لا يستطيع أي لا يستطيع الدجال أي أن يمنع المهدي من دخول إسبانيا وما جاورها. بلاد سيلة هي إسبانيا، سيلة هي
سيلا هي في مدينة اسم مدينة في إسبانيا. وتأكيد لهذا قوله ولا يقدر أن يمنعه من دخول أرض صفر الوجوه مثل بلاد سيلا، يعني أوروبيين مثل فرنسا ومثل بريطانيا ومثل وفيهم قبله رجال عشائر كل اسم له حرفان من كلام الله بعل، كلام الله كلمة بعل تعني الرب، ويحملون صحف الحمدان. يعني إسبانيا كانت دخلت الإسلام وفيهم لحد الآن مسلمين، ويحملون المصحف حمدان الكبير الذي هو رسول الله محمد الذي ليس مثله حمدان قبله. وفي أوروبا الآن موجودة في كل بلدان الأوروبية يوجد المسلمون، وهذه علامة على ظهور الإمام المهدي، وهو من أحبه الله رب إسرائيل حقا وقدسه قديسا يجعل شعبه قديسين وأبنائه حنطة الرب وحماد الله رب إسرائيل ورب السماء الكثيرة والأرض الكثيرة والناس الكثيرة في أرض شبه سيلا. ولا إسبانيا هي شبه، نقول عنها شبه الجزيرة الإيبيرية التي هي إسبانيا. وهم رجال ونساء يكثرون جدا، ولكن هم ليسوا كثيرين مثل رجال ونساء في جيرانها. وجزائر كثيرة في البحر المحيط يعرفون حقا مرة أخرى حمدان الوجه، يعني أن دين الإسلام سيغمر كل الأرض ويبلغ كل الأرض كما وعد الله ليتم نوره على الدين كله ولو كره المشركون العرب. الأسينيين نقولوا مخطوطة، الأسينيين هم مخطوطات التوانسة أهل بيزا سينا السواحلية، نقولوا نحن يعني الساحل التونسي، هم هؤلاء هم الأسينيون بيزا سينا. في عام 1990 صدر كتاب خديعة مخطوطات البحر الميت، يعني في الحرب بين الرومان واليهود في الثورة اليهودية الثانية هرب من الرومان، هربوا من الرومان الأتوانسة بيزا سينا أهل الأسينيين هربوا، التي كانت عاصمتهم ساكن في الوسط الشرقي في الساحل التونسي قريبا من مدينة سوسة المعروفة للجميع. هربوا بهذه المخطوطات إلى فلسطين، ووجدت تلك المخطوطات في البحر الميت. ونعلم يقول الباحثان في مخطوطات قمران مايكل بيجنت وريتشاردلي حاليا أي في سنة 1991 يجهل الأكاديميون وجود طمية كبيرة من مواد قمران مخزنة في صناديق، ونحن أنفسنا نعلم بالكثير من تلك الأجزاء، من أهمها كتاب يسمى كتاب الغفران، ونعلم بعديد من الرسائل التي كتبها سمعان القيرواني. وقالوا إن هناك أسباب جوهرية لظن بوجود وثائق أخرى يمكن أن تحدث اضطرابا كبيرا، ووثائق أخرى لا يحلم بها عالم دراسات. ومن الأكيد أن تلك المخطوطات تبين أن الأرض المقدسة في أرض الأسينيين الصوفية البربر، وأيضا تحدد من هو المسيا الحقيقي الذي ينتظره اليهود. وهذا ما جرى موريس بوكاي لأول مرة في التاريخ في السبعينات أن الكنيسة المسيحية اعترفت بالإسلام كديانة لأول مرة في التاريخ. ولذلك لما بعث بابا الفاتيكان إلى الملك فيصل بالسعودية في السبعينات عبر فيها عما سماه تقديرا مشحونا بإيمان عميق لتوحيد العالمين المسيحي والإسلام اللذان يعبدان إلها واحد، أول اعتراف للمسيحيين بالإسلام. والكنيسة الأولى في التنظيم المسيحي الأولى والتي تنسب للأسينيين بيزاسين الشرق التونسي الأسينيون بالعبرية هي حركة دينية يهودية روحانية ظهرت خلال فترة الهيكل الثاني، هيكل هيرودس
الذي في مدينة سلوان بالقصرين تونس. ويعتقد معظم العلماء أن الأسينيين انشقوا عن طائفة الصدوقيين بعدما رأوا في أنفسهم أنهم البقية الحقيقية لبني إسرائيل المتمسكين بالعهد الحقيقي مع الله، والتزموا بتقديرهم للتوراة المنسوبة إلى زعيمهم الأول معلم البر، وهو اسم الإمام المهدي، اسم الذي سيحمله الإمام المخلص المسيح المنتظر. واتبعها ناجا محافظا من الالتزام. وتجدون تفاصيل في صندوق الوصف عن مكان وجودهم في توزر وفي الجنوب التونسي وفي أيضا الساحل التونسي، واسم بلادهم بيزا سينا، وهي تدعى لحد الآن بها تعرف تاريخيا بهذا الاسم بيزا سينا الساحل التونسي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.